بين رمضان بسوريا بين رمضانين فروق بعيدة يعني هنا صعب علينا رمضان شوي. إيش نفطر يا نركب إيش برجر يا شوية ترين هاي اللحم والهبر بده فلوس. ما بقدر اني اطبخ كل يوم بسبب انه الحاله الماديه، يعني يا دوب ناكل حبه التمره وخلص نشبع، مو مثل اول. لو بدي لك سفره برمضان بسوريا 10 اشكال، هون ما بيجي شكل واحد ما ندير بالاردن.